عدد كبير من اليوتيوبرز بلشوا مسيرتهم على اليوتيوب بالعشر سنوات الماضية لبناء قاعدة جماهيرية كتير كبيرة بالعالم العربي وحصد الملايين من المشاهدات والاشتراكات وحب الناس كمان، ولكن ما توقع متابعينهم ولا مرة أنه رح يجي اليوم اللي ينزلون فيه الفيديو الأخير، إما بفيديو وداع أو انسحاب مفاجئ. هذا الفيديو ما توقعت يجي يوم وأصوره. من بينهم نعرف هيلا تي في اللي تمكنت من بناء قاعدة جماهيرية كتير كبيرة وحصد أكثر من 7 مليون مشترك على يوتيوب وملايين المشاهدات وحب كبير من طرف متابعينها، إلا أنها فاجأتهم بتنزيلها لآخر فيديو بعنوان الفيديو الأخير وداعا اللي أكدت فيه خبر اعتزالها وتركها لمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما صرحت عن السبب الحقيقي اللي خلاها تتخذ هذا القرار المفاجئ والصعب بنفس الوقت، لأنها تعبت على قناتها سنين طويلة، فمسيرتها باليوتيوب بلشت من قبل 6 سنوات. Are you one of those girls who run to the new collection section at every store and spend more money on clothes that are on trend? I was a lot younger. I was one missed child. After being told over a million times, Hi girls, I hope you're all doing really well. I just wanted to quickly let you know that I will be posting videos in Arabic. فبعد ما نشرت هيلا فيديو الوداع انقلبت السوشيال ميديا رأسا على عقب، ونزل عدد كبير من اليوتيوبرز فيديوهات على قنواتهم على اليوتيوب، منهم اللي حلل سبب ترك هيلا لليوتيوب ومنهم اللي نشر أسباب ما كانت مقنعة. فبعد فترة معتبرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لهيلا من حفلة خطوبتها اللي كانت الجواب الوحيد والسبب المقنع لترك هيلا لليوتيوب. قبل أكثر من سنة لم نسمع عن عبدالله سليمان ولا خبر ولا فيديو ولا حتى صورة جديدة، فقبل سنة نزل عبدالله فيديو بعنوان تحدي مع خواتي، رغم أنه كان قريب على حصد 1 مليون مشترك، واللي زاد من تساؤلات الناس هو استمرار أخوه راكان سليمان وإخوانه الباقيين بتنزيل المقاطع على قناة أنينكم، وما شفناه في ولا فيديو من فيديوهاتهم. أما دايلر فكان اختفاؤه كان غير عن اختفاء اليوتيوبرز الباقيين، فاختفى لمدة كتير طويلة بسبب مشاكل تعرض لها مؤخرا، وطلعت شائعات كتيرة من بينها دايلر بالسجن ودايلر ترك اليوتيوب بدون عودة، ورح نجيب عن هذه الإشاعات في الفيديو الجاي.